أهلا بكم. رجح خبراء قانونيون احتمالية إعارة العراق إلى البند السابع من ميثاق الأمم المتحدة بسبب الوضع العام المتفاقم في العراق، لا سيما وضع حقوق الإنسان والانتهاكات اليومية التي ترتكبها الميليشيات التابعة لإيران ضد المدنيين، وهو ما يعني عمليا وقانونيا إعارة العراق إلى الوصاية الدولية، لأن الأزمة الحادة في العراق بلغت مستوى من الصعوبة أن يصمت عليها أو يصمت عليها من قبل المجتمع الدولي. ويتهم الناشطون المواقف الدولية إزاء ما يجري في العراق بأنها هزيلة ولا ترقى ولا تتلائم مع حجم هذه الأزمة. انهيار الوضع العام في العراق لا سيما الملف الإنساني وانتهاكات الميليشيات وفرق الموت الخاصة هو ما سنبحثه في حلقة الليلة من برنامج طاولة حوار، وسنطرح فيها الأسئلة التالية. طبعا هذه الانتهاكات وقضية الوصاية الدولية. الأسئلة التالية: هل ما يجري منذ 18 عاما من فساد وانتهاكات إنسانية يوجب وضع العراق الحالي تحت الوصاية الدولية؟ ألم تهرع الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي لوضع عدة دول تحت الوصاية الدولية وهي التي لم تشهد مثل الذي يشهده العراق من مآس إنسانية وفظاعات؟ ألا يعد العراق الحالي عمليا تحت الوصاية الأمريكية والإيرانية رغم الأحاديث عن السيادة الوطنية واستقلال قراره؟ وما الذي سيتغير من واقع الشعب العراقي إذا ما قرر المجتمع الدولي إعادة العراق إلى الوصاية الدولية والفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة؟ ثم ألم تبدأ مأساة العراق وشعبه عندما وضع مجلس الأمن الدولي العراق تحت وصاية الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة بعد اجتياح الكويت في العام 90 من القرن الماضي؟ ضيف الطاولة رافع الفلاحي مثنى العاني حسين دلي. النظام الدولي المصاب بالحول وازدواجية المعايير له اليد الطولة في الفوضى التي تشهدها المنطقة، فبينما يجيش الجيوش ويفرض العقوبات على أنظمة من جهة، يساهم في دعم أشباه الأنظمة من جهة أخرى، تلك الدول التي تحكمها ميليشيات تمثل الدولة العميقة. العراق الذي تم غزوه وحصاره بناء على كذبة صدقها من أوجدها وقام بتضخيمها، بات النظام السياسي الجديد فيه ليس مجرد عالة على الحالة العراقية فحسب، بل سببا رئيسا في فوضى الشرق الأوسط من خلال تحوله إلى محطة عبور للأجندة الإيرانية إلى دول المنطقة، وتحوله كذلك إلى بيئة مناسبة لنشوء الميليشيات وتكاثر أصنافها وتطور أساليبها الإجرامية والتخريبية. وبعد نحو عقدين من غزو العراق، اتضح لجميع المراقبين أن الواقع العراقي يمثل أسوأ نموذج عرفته المنطقة في العصر الحديث، فمن جهة تم تدمير الإرث الحضاري للعراق وعطلت مؤسساته ونهب اقتصاده وتم العبث بتركيبته السكانية، ومن جهة أخرى خرج العراق من دائرة التأثير الإيجابي، فبعد أن كان جزءاً من حل أي مشكلة إقليمية أصبح جزءاً أساسياً من نشوء هذه المشكلة. حتى في فترة الربيع العربي كان العراق هو الممر الإيراني إلى دول المنطقة بميليشيات تعيث فساداً وتخريباً. توصيف هذا الواقع ليس من باب تأكيد المؤكد، وإنما من باب تعرية النظام الدولي الذي يمثل نفسه شرطي أمن العالم. فبرغم كل هذه الكوارث ما زال يدعم الحالة السياسية العراقية ويصر على اعتبار النظام الميليشياوي جزءاً من الأسرة الدولية، دون أن يلتفت إلى معاناة الشعب العراقي وواقعه المؤلم بسبب هذا النظام. أهلا بكم مشاهدينا الكرام مرة أخرى في هذه الحلقة من طاولة حوار، والتي ستبحث في احتمالية إعادة العراق إلى الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة أو الوصاية الدولية بسبب الوضع العام المنهار والانتهاكات والفظاعات الإنسانية التي ترتكبها الميليشيات والحكومات المتعاقبة في العراق. ضيف طاولة الدكتور رافع الفلاحي الكاتب والباحث السياسي، وسيكون معنا أيضا الصحفي العراقي من الدوحة عبر سكايب حسين دلي، ونأمل أن ينضم إلينا أيضا الكاتب السياسي من دلس في الولايات المتحدة الأمريكية مثنى العاني. مرحبا بالضيوف الكرام جميعا، حياكم الله. دكتور، الآن هناك من يتحدث أن ما يجري في العراق من مآسي وفظاعات وتهجير وتغييب وقتل وما إلى ذلك، الحقيقة انتهاكات
وظروف موضوعية أن يوضع العراق تحت الوصاية الدولية أو تحت بنود الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، فعلا ترى الوضع هكذا؟ بسم الله الرحمن الرحيم، وحييك أستاذ ماجد وحيي ضيوفك الكرام. أهلا وسهلا. الحقيقة نحن نتحدث عن قضيتين. نعم. قضية الوصاية الدولية وقضية الفصل السابع. هناك اختلاف في التسمية، لكن ربما في المضمون هناك توافق وتناغم كبير. نعم. قضية الوصاية الدولية طبعا هذه كانت بديلا عن الانتداب. كانت عصبة الأمم المتحدة قد وضعت نظام الانتداب لغاية عام 1939 عندما انتهت عصبة الأمم المتحدة وحلت معها الأمم المتحدة في عام 1945 تم إقرار نظام ما يسمى بالوصاية الدولية. الوصاية الدولية وضعت، ربما كانت هناك دول تحاول أن تستقل أو أقاليمهم هكذا سميت في قرار الأمم، قرار مجلس الأمن والأمم المتحدة. هذه الأقاليم كانت 11 إقليم كانت خارجة من الاستعمار أو تحت الاستعمار، كان مفروض أن تعطى فرصة لكي تنمو، لكي تستطيع أن تقف على قدميها برعاية دول معينة وبتوصية وبشروط معينة. والحقيقة هذا انتهى، قالوا أنه انتهى عام 1994 بخروج آخر إقليم، يمكن باولا أو هكذا، هو في المحيط الهادي كان تحت الرعاية الأمريكية. نعم. أما الفصل السابع، في الفصل السابع رغم أن المواد تجبر الدول أن تكون فاقدة لتصرفاتها، لقدرتها على التصرف بسيادتها وباستقلالها بالشكل الذي يعني متاح لها أو هذا الذي اكتسبته، في الفصل السابع هناك 13 مادة من المادة 39 للمادة 51. هذه المواد تتوزع بين عقوبات أو تهديدات سياسية واقتصادية وعسكرية وصولاً إلى التصعيد لاستخدام القوة واستخدام السلاح. نتحدث عن بنود الفصل السابع. نعم. من ميثاق الأمم. نعم. هذا فيما يخص الفصل السابع. العراق، عندما تنظر إلى العراق، سواء كنا نتحدث عن قضية وضع العراق تحت الوصاية الدولية اللي هي ألغيت عام 1994، لكن شروط وجود العراق تحت هذا الإطار متوفرة. نعم. وشروط العراق أن يكون تحت إطار المواد في الفصل السابع أيضا متوفرة، لأن العراق يهدد السلم العالمي، وهذا ما تحدث عنه الفصل السابع، يهدد السلم العالمي والسلم الإقليمي كله، وضعيته غير طبيعية، فوضى عارمة، كل شيء ممكن أن يؤدي إلى حروب وإلى مشاكل كبيرة للدول. وقد وضع بالقرار 661 عام 90 أن العراق بسبب دخول الكويت. بعد دخول الكويت. نعم. نعم. وفيما يخص الوصاية الدولية، العراق أيضا بلد محتل وما زال محتلا من عام 2003 لحد الآن، قوى تحتلق يعني، والآن نتحدث عن احتلالين أمريكي وإيراني للعراق. نعم. فاقد لسيادته، فاقد لاستقلاله. وعلى ذكر الوصاية الدولية، كل هذه الدول أو الأقاليم تسمى فاقدة للسيادة. نعم. الدول أو الأقاليم التي توضع تحت الوصاية الدولية هي فاقدة للسيادة، والعراق فاقد للسيادة. نعم، قد انتهت الأمم المتحدة أو مجلس الأمن أقر إنهاء هذه القضية عام 1994، بس الحقيقة الشروط الموجبة لوضع دولة معينة تحت الوصاية الدولية متوفرة في العراق من الذي نتحدث عنه. العراق فيه عملية سياسية، فيها قوة سياسية تابعة بالعملية السياسية، تابعة لقوة خارجية، تابعة أما لإيران أو لأمريكا أو لدول أخرى. فيه فساد أعلى ما يمكن، فيه فوضى، فيه طائفية، فيه خراب، فيه دمار، فيه انتهاك لحقوق الإنسان، فيه تصرفات، فيه سلاح منفلت، فيه فوضى عارمة في كل المجالات، فيه اقتصاد منهار بكل الأشكال. فهذه كل الشروط متوفرة في العراق الحقيقة طوال 18 سنة، مما يستدعي الناس تفكر أنه هل بالإمكان أن يوضع العراق تحت الوصاية الدولية. لكن السؤال هنا الذي يطرح نفسه، هل المجتمع الدولي الذي سيضع نفسه وصيا على العراق، هل هو مؤهل قانونيا وعقليا وبعدالة عالية؟ هذه نقطة مهمة، لهذا نؤجل النقاش. نؤجل النقاش. الأستاذ حسين دلي، أولا مرحبا بك معنا. أهلا وسهلا أخي ماجد، يا مرحبا. أهلا.
هاي الدعوات قانونية أو ناشطين أن العراق يجب أن يوضع تحت الوصاية الدولية، فيه نظام قاصر، نظام فاسد، نظام جريء على ارتكاب انتهاكات وفظاعات وتهجير وتغييب قسري وما إلى ذلك، وأن العراق بهذه الوضع يجب أن يوضع تحت الوصاية الدولية أو يعاد إلى الفصل السابع. إذا كان الأمر هكذا، فثلاثة أرباع الدول في العالم فيها مثل الذي في العراق من فساد وانتهاكات وسجون وتغييب وما إلى ذلك، وعليه فإذا المجتمع الدولي مضى بهذا الاتجاه، معناه ثلاثة أرباع الدول يجب أن تعاد إلى الوصاية الدولية وإلى الفصل السابع، ويبدو هذه حجة أو دفاع وجيه ومنطقي. شكرا أخي ماجد، تحية للرافدين وجمهورها، وتحية للأستاذ رافع. أهلا وسهلا. الحقيقة هذه الدعوات لم تنطلق من فراغ، على الأقل فيما يخص الشأن العراقي، وهنا يعني أثني على ما قاله الدكتور رافع من أن الشروط كلها متوافرة في العراق، بل ربما لا توجد يعني هكذا علامات فاقعة اللون في الفساد وفقدان السيادة عفوا، وجميع الشروط التي تجعل من العراق دولة غير مستقرة بالمعنى الذي يجعله في خانة لا دولة، على المستويات الاقتصادية والمستويات الأمنية، على المستويات الإدارية أيضا. وهذا الكلام الذي يقوله البعض من أن لو طبقنا هذه الشروط على العراق فالأولى أن نطبقها على بقية الدول، ربما هذا دفاع في غير محله، لأن هذه الدول لم تمر بما مر به العراق، وإحنا هنا نستذكر أن العراق مر ب 27 عاما من نظام الوصايا الجزئية إذا صح التعبير، من خلال الفصل السابع من 1990 إلى 2017. هذا إخراج العراق تم صح التعبير بصفقة، كان الولايات المتحدة بعد أن وقعت الاتفاقية الأمنية عام 2011 مع حكومة نور المالكي، كان على أساس أن تتاح الفرصة للعراق ليمارس دوره كبقية الدول في المنطقة، على الأقل في المحيط الإقليمي. كثير من هذه الدول وإن كانت عليها هناك علامات من ناحية انتهاك حقوق الإنسان، لكن فيها ما يشبه الاستقرار السياسي حكومي أمني اقتصادي. ربما العراق يختلف عن هذه الدول في كثير من الأمور التي سبقا أشرنا إليها، من حيث يعني افتقاره لمقومات الدولة الحقيقية في الوقت الحاضر، وبالتالي العراق يستحق أن ينضم للدول التي ينبغي أن على الأقل أن ينظر لها المجتمع الدولي بنظرة مختلفة، وأن يمارس ضغط حقيقي على القادة السياسيين والكتل. وهنا نقول القادة السياسيين والكتل، لأن في العراق لا يوجد شخص واحد يملأ فراغ رئيس السلطة، فالسلطة هنا في العراق مشتتة، وهذا السبب الرئيسي لدعوات جعل العراق أو إعادة العراق إلى الوصاية أو النظام الفصل السابع من الأمم المتحدة، لأن السلطة مشتتة، لا توجد هناك قوة حقيقية تحكم الدولة، ليس هناك نظام إداري موحد، لا يطبق لا القوانين حتى على مستوى القضاء، هناك اتهامات وانتقادات كثيرة توجه لهذه المؤسسة الكبيرة التي يفترض أنها تكون حامية للدولة وتكون سلطة تفصل بين الخلافات التي يفترض أن تقع في كل الدول، لكن بالحقيقة السلطة القضائية انضمت إلى بقية السلطات في العراق، سواء كانت الحكومة أو الرئاسة أو البرلمان، في إضفاء مزيد من التشظي والتشتت على واقع الإدارة والسياسة بالعراق، وبالتالي هذا التشظي، هذا الانفلات السياسي والأمني والاقتصادي وحتى الاجتماعي، أدى إلى أن تنشط دعوات من داخل العراق وخارجه إلى تدويل ما يجري من انتهاكات، وإلى تدخل دولي في العراق لوقف هذا النزيف المستمر والتدهور الذي يزداد يوما بعد يوم، والعراق يتدحرج ككتلة كبيرة نحو مزيد من الانهيار، بسبب أنه ليست هناك محاولة
حقيقية من هذه الكتل السياسية التي تحكم العراق منذ 18 عاما. حسين بلاسخارت في الإحاطة الأخيرة لها في مجلس الأمن قالت أن انفجارا كبيرا في العراق يعني بالانتظار إذا لم تعالج الأمور وبقيت على حالها. طبعا ما زلنا ننتظر احنا ايضا ان يلتحق بنا ضيفنا دكتور الاستاذ مثنى العاني من امريكا حتى يلتحق بنا ان نسال دكتور رافع. دكتور رافع، الامم المتحده ومجلس الامن الدولي الحقيقه هرع في مناسبات كثيره لوضع دول وانظمه تحت الوصايه قبل ان تلغى او تحت الفصل السابع من ميثاق الامم المتحده، مع العلم ان هذه الدول لم تشهد من المآسي والفظاعات وهذا التشوه الكبير فيها مثل الذي موجود في العراق. لماذا المجتمع الدولي في العراق متوقف بل يدعم هذا النظام، وفي مناطق أخرى وضع يده على هذه الدولة ويعني شل النظام السياسي بالكامل؟ ربما أستاذ ماجد لأنه كل القوانين، كل القرارات، كل الأنظمة التي وضعت من قبل المنظمة الدولية، منظمة الأمم المتحدة ومجلس الأمن، تحمل شقين، سياسي وقانوني. السياسي يجب أن يتوافق لكي يشتغل القانوني، الشق القانوني لكي يشتغل ويعتمد عليه يجب أن تتوافق السياسة مع مصالح ورؤى القوى المتحكمة بالأمم المتحدة ومجلس الأمن اللي هي الدول الخمسة وأولها الولايات المتحدة الأمريكية. لذلك هم يطوعون القانون لما يوجب في السياسة، لما يوجب بمصالحهم. لذلك حتى يعني القانون الدولي هم مسيس، مو بس القضاء العراقي. نعم مسيس. لذلك أنا في الإجابة الأولى كنت أختم في هذا القضية، قلت إنه هي السؤال المهم هي هل المجتمع الدولي، هل هذه الدول التي نسميها المجتمع الدولي، هل الأمم المتحدة يعني مؤهلة لأن تفرض وصايتها ونقبل بها كشعب عراقي ونفرح لأنها فرضت وصايتها؟ أبداً، لأن هذه الدول نفسها هي عندما تراقب مثلا الانتخابات الأخيرة، وجئت على يعني حديث بلسخارت، وعندما مجلس الأمن يصدر قرارا يؤيد الانتخابات في العراق ويثني عليها، وهذه سابقة لم تحدث. مجلس الأمن شنو علاقته بالانتخابات؟ جزء من هذه الرقابة التي يفرضها مجلس الأمن والأمم المتحدة هذه بإرادة أمريكية، بإرادة دولية بهذا الشكل، لأنه هذا النموذج اللي صنعته أمريكا في العراق يراد له أن يستمر. نعم نحن كعراقيين، نحن كأبناء بلد نراه يعني نموذج مخرب مدمر، وهذا واقع الحال. هذه بعمليته السياسية بدستوره بكل قوى مدمر ومهلك للعراق و18 سنة من الهلاك والكارثة الكبيرة. لكن هذه الدول بمصالحها برؤيته تراه مناسبا لها، تراه في ضعف العراق، في تدمير العراق، مناسبا لها. لذلك هي تصدر القرارات ورعايتها، ودعني أقول ربما وصايتها البعيدة بشكل أو بآخر على العراق من أجل استمرار خرابة، من أجل استمرار عملية سياسية. هذا من ناحية. لكن بالتعبير الطبيعي عندما نفكر نحن حتى في قانون الأحوال المدنية سواء في العراق أو في كل دول الدنيا، ينص على أنه أي شخص حتى على مستوى العائلة، على مستوى العائلة يتحدث عن الشخص اللي سفيه فاقد للأهلية، لا يستطيع أن يرعى أولاده، يتصرف بماله بسفاهة، قاصر بعقليته، يضربهم، يتعدى عليهم، بالتالي يقيمون عليه الحد ويعزلوه ويحجرون عليه ويعطون يعني الوصايا لشخص آخر يعني تقرره المحكمة. وهذا مستمد من شريعتنا الإسلامية الحنيفة، وربما كل دول الدنيا استمدتها من القرآن الكريم. حتى الدول الغربية التي لا يعني لها يعني القرآن لا يحكمها ولا يوجد بها، لكن استمدتها. هذا ما أكد عليه القرآن الكريم. فبالتالي نحن أيضا إذا ما عممنا هذه التجربة على العراق سنجد به قوى السلطة فاقدة للأهلية، فاقدة للشرعية، مبددة للمال، فاسدة، مخربة، غير راعية لأهلها. إذا كانت السلطة هي أبوية ويجب أن ترعى الناس، هي لا ترعى الناس، لا تقدم لهم الخدمات، يعني تدفع عليهم الميليشيات والعصابات تقتلهم، تجلب المخدرات، القتل، النهب، التهجير، التغيير الديمغرافي. بالتالي أنت أمام وضع مشابه، فتحتاج إلى
محكمة دولية تأتي بهذه السلطة كلها لتضعها بالمحجر وتضع وصي آخر علينا. هنا النقطة الأساسية، الشعب العراقي من هو الوصي عليه؟ الشعب العراقي هو من يقرر. سنتحدث دكتور عن هذه النقطة، اسمح لي نأجلها قليلا. طبعا ما زلنا ننتظر أيضا ضيفنا الأستاذ مثنى العاني، لا أدري إن كان قد التحق بنا أم لا، ليس جاهزا. أستاذ حسين دلي، هناك من يقول الحقيقة أن العراق الآن واقع عمليا تحت الوصاية الأمريكية والإيرانية، رغم الأحاديث عن السيادة واستقلال قراره السياسي أو قراره الأمني، ولا حاجة لأن يذهب به إلى الوصاية الدولية الملغاة أو إلى إعادته إلى الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة. عمليا هو تحت وصاية هاتين الدولتين أمريكا وإيران. يعني هل تمت ملامح، طبعا معروف الآن، بس ملامح أكثر ربما سياسية قانونية لهذه الوصاية الأمريكية الإيرانية على العراق؟ طبعا الولايات المتحدة وإيران تنطلق من مصالح الخاصة وليس مصالح الشعب العراقي. ولا القانون الدولي الذي عندما يفرض وصاية أو يضع دولة تحت الفصل السابع فإنه ينطلق من مقومات إعادة هذه الدولة وإعادة تأهيلها لتقوم بمقومات الدولة. وكما قلت سابقا، العراق اليوم يسمى في خانة يعني أنظمة اللا دولة، ليست هناك سيادة حقيقية، وهذه السيادة لا يحاول حتى السائر سلحان يعني انتزاعها لا بالقوانين ولا بحسن الإدارة، فكلهم فاقدون لأبجديات وأسس علم الإدارة أو رئاسة الدول أو إدارتها. وبالتالي الولايات المتحدة أو إيران عندما تجد دولة رخوة، وخاصة إيران، نحن نتكلم عن الدولة التي تتحكم بمفاصل كثيرة في هذا النظام أو هذه العملية السياسية على المستوى السياسي والأمني والاقتصادي. الدولة العراقية تعاني من، مثلا نعطي نموذج واضح، من انقطاع الكهرباء منذ قبل الحرب 2003، لكن ما قبل 2003 لم تكن هناك ميزانية حقيقية بيد النظام السابق بسبب الحصار، لكن بعد 2003 عندما رفع الحصار وعيد استئناف تصدير النفط بصورة طبيعية، دخلت مليارات بل أكثر من تريليون ونصف دولار إلى الميزانية العراقية خلال 18 عام الماضية. الحكومات المتعاقبة ياد علاوي والجعفري والمالكي برئاستيه والعبادي ووصولا إلى الكاظمي لم تفعل أي شيء لهذه المنظومة الكهربائية، وفشلت فشلا ذريعا. وليست هذه الحكومات، فحتى الأحزاب التي تشارك في نظام المحاصصة تستحوذ على هذه الوزارة. السبب كما قال هذا العامري، قال لم يدعونا نبني في الوسط والجنوب لأننا من أتباع الحسين. طبعا هذه أقرب إلى النكتة منها إلى الكذبة، لأنه هادي العامري يعيش مرفه، أتباعه يسيطرون على ملفات اقتصادية في كثير من المحافظات، ديالى ونينوى وبغداد ناهيك عن جنوب العراق، البصرة كما يقول أهلها. واليوم كنت أقرأ تغريدات لبعض أهالي البصرة في موقع تويتر يتكلمون عن أن البصرة ربما أكثر محافظة أو مدينة تدار بالفساد في العالم. هذه المدينة فيها ثروات نفطية، العراق يصدر نحو أكثر من 50% تقريبا من النفط العراقي عن طريق الآبار النفطية في البصرة، لكن فيها موانئ، لكن واقع المدينة واقع مساوي، لا بنية تحتية، لا كهرباء لا ماء، ويتحكم فيها ثلة من أو شلة من الفاسدين من الأحزاب. فهذه النماذج التي نذكرها تؤكد أن ليست هناك حتى نية أو إرادة من هذه الأحزاب للتكفير عن سيئاتها، وهي تمارس التزوير ليس على مستوى الانتخابات فقط بل تزوير واقع العراق وتزوير ماضيه، وتحاول أن تضفي هذه الحالة التزويرية إن صح التعبير حتى على مستقبل العراق بتكميله. ما تفضلت به بس باختصار أستاذ حسين، ما تفضلت به الآن ما علاقته بالوصاية الإيرانية على العراق؟ لأن هذا النموذج الذي ذكرته، العراق الحكومات المتعاقبة فشلت في توفير الكهرباء بسبب أن المصدر للكهرباء هو الجارة بين قوسين إيران.
إيران تحاول التفلت من العقوبات الأمريكية عليها بالمليارات والدولارات العراقية، واحدة منها الكهرباء، واحدة منها الغاز، واحد منها الموانئ، سيطرتها على مقاليد الإدارة حتى على مستوى تصدير سيارات. لا توجد هناك سيارات في العراق إلا بشكل رسمي إلا من إيران. الواقع الاقتصادي مجير بشكل كبير لأن تستفيد منه إيران بشكل واضح، وبالتالي هذه الوصاية عندما تتكلم على أهم مفصل في الدولة هو المفصل الاقتصادي الذي يمس فعليا وحقيقيا واقع العراقيين على المستوى السياسي. ليس سرا أن يأتي قاآني بعد المقبور سليماني ويقود الكتل السياسية لتجتمع ولتقرر ولتقدم هذا وتؤخر هذا، ليرفع شأن السياسي الفلاني ويخفض شأن سياسي آخر. هذه لا ينكرها أي عراقي ويكاد يعترف بها حتى المسؤولون السياسيون والبرلمانيون، من أن الإيران والمسؤولين الإيرانيين والسفير الإيراني في العراق تدخل في الشاردة والواردة. محافظة نينوى مثل على سبيل المثال تتحكم بها الميليشيات الإيرانية الولائية التي تعلن أنها يعني تستمد الإرشاد من خامنئي وهو رجل إيراني زعيم الجمهورية الإيرانية. فهذه الملفات، هذه الأشياء تؤكد هناك وصايا إيرانية على المترادف مع الوصايا الأمريكية التي تهدد العراقيين بالفصل السابع، بأموال النفط التي تودع في بنك أمريكي لغاية هذه اللحظة، تهدده بالعقوبات، برفع الدعم، في إحراجه في مجلس الأمن وفي الأمم المتحدة بقرارات تتحكم بها الأمن، تتحكم بها الولايات المتحدة عفوا. فهذه الوصايا هناك ما يثبتها واقعا، والعراقيين يشاهدونها. وما جرى من وعد ثورة تشرين بتآمر دولي وتخاذل داخلي وتوافق. أشكرك أستاذ حسين، واضح. أشكرك، واضح واضح. مشاهد الكرام، كنا قد سألنا المحامي ورئيس جمعية المحامين العرب في لندن أستاذ صباح المختار عن مفهوم الوصاية الدولية من الناحية القانونية، وعن الظروف القائمة الآن في العراق في أن يوضع تحت الوصاية الدولية أو تحت إعادته إلى الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، وأجاب والنشاهد. ميثاق الأمم المتحدة في الفصل 12 من نص على وضع نظام الوصاية، وهذا النظام كان نظاما استعماريا وضع من قبل الدول التي قامت بوضع الميثاق، وذلك لوضع الدول التي كانت تحت الاحتلال ضمن نظام الوصاية. لذلك الفصل 12 نص على إيجاد نظام الوصاية وأنشأ مجلس وصاية، لكن المادة 78 من الميثاق تنص أنه لا يجوز وضع أي دولة من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة تحت نظام الوصاية. هذا كله نتحدث عليه حينما بدأ العمل بنظام الوصاية وبعد 1945 بموجب ميثاق الأمم المتحدة. طبعا هناك انتهاكات كبيرة جدا تجري في العالم، خصوصا بالنسبة لنا فيما يتعلق بالعراق. هناك انتهاكات، هناك جرائم حرب، هناك جرائم ضد الإنسانية، هناك إخلال بكل العمل، الدولة مسيطر عليها من قبل دول أخرى، العراق خاضع للسيطرة الإيرانية، خاضع للسيطرة الأمريكية، الدول الأخرى المجاورة تفعل ما تشاء بالعراق، الحكومة الموجودة في العراق تم تعيينها من قبل الأجانب، رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء وغيرهم يحملون جنسيات دول أجانب، ولكن بالرغم من كل هذه الإساءات لا يمكن الرجوع إلى فكرة الوصاية، لأنها لم تعد موجودة أصلا لا بميثاق الأمم المتحدة ولا وفق العرف الدولي، وبالتالي الموضوع غير مطروح في هذا المجال. هذا فقط من الجانب القانوني. هناك الجانب السياسي. أنا لا أظن، وهذا رأيي الشخصي، أنا لا أظن أنه من المناسب لأي عراقي أن يطرح وضع العراق حتى في ظرفه الحاضر تحت نظام الوصاية. العراق دولة مستقلة، العراق دولة مؤسسة للأمم المتحدة في عام 45، العراق دولة لديها سيادة ولديها معترف بها قانونيا ودوليا وإلى آخره. كون أن حاليا الشعب العراقي يخضع لظلم كبير جدا من قبل الحكومة الموجودة بما فيها، هنا أتحدث عن حكومة ولكن هذا يشمل الأجهزة الثلاث، السلطات الثلاث في الدولة العراقية،
ثلاثة أجهزة اللي هي السلطة التنفيذية أي رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء، السلطة التشريعية وهي البرلمان، والسلطة القضائية وهي المحاكم. هذه السلطات الثلاث غير مستقلة وغير محايدة وخاضعة للآراء الأجنبية، وبالتالي الشعب العراقي يعاني معاناة كبيرة في هذا المجال. ولكن حل المشكلة العراقية لا يكمن في نظام الوصاية الذي أصلا لم يعد موجود. لذلك ما أظن أن من مصلحة العراقي حتى من الناحية النفسية والوطنية لا يمكن لأحد أن يطالب بإعادة العراق تحت الوصاية. العراق يجب تحريره من العملاء والخونة الذين يحكمون، العراق يجب تحريره من النفوذ الأجنبي، والشعب العراقي كفيل بذلك. الشعب العراقي حاليا يقدم الكثير من أبناء الشباب ضحايا وشهداء في هذا المجال. لذلك أعتقد أن الحديث عن نظام الوصاية غير وارد في هذا المجال. من حيث انتهى الأستاذ صباح المختار أنه قضية الوصاية غير وارد، الحقيقة أيضا دكتور الواقع، وهناك من أيضا يقول والواقع يقول أنه مأساة العراق الحقيقة يعني بدأت عندما وضع العراق تحت الوصاية الدولية أو تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة إبان أحداث الكويت في القرار 661. عملية إعادة العراق إذا إلى الفصل السابع أو الوصاية الدولية الملغاة الفصل السابع، الحقيقة كأنه يراد منها أيضا صفحة أخرى من المعاناة، وهو ليس حلا عمليا. فعلا أستاذ ماجد، لأن أنت عندما تقرأ ميثاق الأمم المتحدة عبارات يعني مصاغة بلغة قانونية وبرؤى سياسية الحقيقة، والسياسة يلون عنقها أو القانون يلون عنقها لصالح السياسة. هذا ما جرى، لا وجود لدولة لشعب صحيح لشعب في الدنيا يمكن أن يثق بالأمم المتحدة وبمجلس الأمن بهذا الشكل، بهذا التصرف الفج لتسخير كل القوانين وكل القرارات وحتى ميثاق الأمم المتحدة لصالح سياساتهم. ما حصل في العراق وفعلا هذا الحقيقة، عندما وضع العراق تحت بنود الفصل السابع بدأت من هنا المشكلة. وضعوا العراق تحت حصار قاتل 13 سنة، فقد في العراق مليون شخص 500 ألف منهم من الأطفال، فقد العراق خيرة شبابه، خيرة قدراته، دمر العراق وأنهك العراق. لذلك عندما جاء الاحتلال كان العراق منهكا 13 سنة من تحت الفصل السابع، تحت هذا الانتهاك الخطير اللي مارسته الأمم المتحدة بوصايا أمريكية ووصايا الدول غربية. فبالتالي الشعب العراقي، ونتحدث عن العراقي، لا يمكن أن يثقوا بالأمم المتحدة ولا بالمجتمع الدولي. المجتمع الدولي الذي يساند لحد الآن هذه القوى التي تحكم العراق قوى منتهكة لكل القوانين، فاسدة بشهادة المجتمع الدولي. المجتمع الدولي يقول إنه هذه القوى التي حكمت العراق منذ عام 2003 لحد الآن أوصلت العراق إلى رأس قمة الدول الأكثر فساداً، الأكثر خراباً، الأكثر فشلاً، الأكثر طائفية، الأكثر، هم يقولون هكذا، واقتصاده منهار، واقتصاده ريعي، لا زراعة ولا اقتصاد ولا صناعة، وانتهاكات لحقوق الإنسان وهجرة، والعراقيين خلال 18 سنة هاجروا أكثر من 10 ملايين عراقي خارج العراق، وداخل العراق كانت الهجرة الداخلية أكثر من 6 ملايين مواطن، دمرت مدن، خربت، وما زال الوضع على ما هو عليه. وهذا المجتمع الدولي الذي البعض يتحدث عن وصايا الدولية هو الذي يرعى هذا النظام. إذن الشعب العراقي لا يقبل بهذا المجتمع بديل. لذلك أعود إلى ما قال الأستاذ صباح في النهاية، قال إن الشعب العراقي، وهذا ما قلته، من هو الذي يعني يتولى الوصايا على الشعب العراقي؟ هو الشعب العراقي نفسه، هو الذي يحقق هذه الوصايا، هو الذي يقوم بثورته بقدراته، نعم، بإزاحة كل هذا وإعادة الأمور إلى نصابها ورسم الطريق وخارطة طريق جديدة لبلد ينهض من جديد ويؤسس نفسه ويفرض نفسه على المجتمع الدولي. هذه هي الحقيقة. أما أن يكون المجتمع الدولي هو الوصي ويعين العراق على النهوض، أبدا. طالما أنت أتيت على ذكرها أستاذ حسين، يعني يبدو أن المجتمع الدولي الممثل بالأمم المتحدة مجلس الأمن الدولي يبدو ما زال مقتنعا أن ما يجري في العراق الحقيقة لا يقتضي، لا يرقى
إلى حالة توجب وضع العراق تحت الوصاية الدولية أو إرجاعه إلى الفصل السابع والتعامل مع هذا النظام على أنه نظام قاصر خطر غير مستوفي للأهلية؟ تعتقد أن هنا عدم القناعة أم شيء آخر؟ طبعاً أنا أرى أنه المجتمع الدولي مجتمع متآمر، وإذا تكلمنا عن ما هو المجتمع الدولي هو بالحقيقة الدول الرئيسية العظمى الخمسة في الذين يتمتعون بالقانون نقض الفيتو، زائداً بعض الدول المقربة من هذا المنظومة سواء كانت في الإقليم أو غيرها. هذا المجتمع الدولي متواطئ ومتخاذل، وهنا من الواجب ذكره شهادة بول بريمر التي نشرت اليوم في برنامج الصدر الخامس، عندما قال بول بريمر أن العراق كان سيتم احتلاله سواء وجدت فيه أسلحة دمار شامل أو لم توجد. وهذا يؤكد أن المجتمع الدولي أو الدول الغربية المتحكمة بالمشهد الدولي وعلى رأسها الولايات المتحدة كانت تريد تدمير هذا البلد، وبدأوا بالحصار، ثم طبعا بعد الاحتلال سلم قيادة هذا البلد لمجموعة من الفاسدين، مجموعة من فاقدي الاحترام والاستقلالية سواء على مستوى الأفراد أو على مستوى الأحزاب والكتل السياسية، وكان يقصد بالإتيان بهؤلاء ووقف أي محاولة لمحاسبتهم أو إزاحتهم من السلطة. نذكر هنا أنه كثير من الثورات الشعبية التي حدثت في العراق بعد 2003، المقاومة العراقية أولا وئدت بتآمر داخلي وخارجي، ثم الثورات الشعبية المتعاقبة في 2011 2012 13 15 وصولا إلى الثورة تشرين العظيمة في 2019 2020، والتي ما زالت مستمرة في أشكالها المختلفة حتى اللحظة. هناك إجماع ما يشبه الإجماع الدولي على وعد أي محاولة لإعادة العراق إلى حجمه ووزنه الطبيعي وإرثه التاريخي، ويعرف عن العراق في أغلب فترات حكمه أنه كان دولة قوية في المنطقة، هو الذي يقود المنطقة، وكان نوعا ما مستقلا بمعظم قراراته. وهذه الاستقلالية كان عندما يكون العراق قوي حتى المنطقة العربية تكون منطقة قوية صاحبة استقلالية وقرار، مع إسقاط هذا المنظومة في العراق أيا كانت العلامات السلبية عليها، فكان يهدف إلى تدمير العراق وتمزيق العراق كما يصفه المؤرخون الغربيون ما حدث بعد 2003 بأن عملية تمزيق للعراق بكل مفاصله الاجتماعية والسياسية والإدارية والاقتصادية. فهذا هدف يشترك به المجتمع الدولي، وبالتالي عدم محاسبة النظام الموجود حاليا رغم كل الانتهاكات و التفكيك بنية المجتمع العراقي، تزوير إرادته، استهداف أي محاولة لإعادة اللحمة والتعايش وإدارة صحيحة والاستفادة من خيرات وموارد هذه الدولة يتم استهدافها بشكل واضح. وكل هذه الحكومات يتم التغاضي عنها دوليا، حتى مجلس الأمن لم يقدم على أي محاولة لمناقشة أي انتهاك في العراق إلا عندما تتعلق الأمر بموضوع الانتخابات التي يشهد الكل داخليا وخارجيا أنها انتخابات مزورة، سواء التي تمت الشهر الماضي أو الانتخابات قبل سنتين. المجتمع الدولي يتدخل لدعم هذه العملية السياسية وتنصيب شخصيات شكلية يعني تقدم على تقديم العراق هدية للدول الإقليمية والخارجية، وبالتالي عمليا رهن العراق أو إعادة يعني الاسترشاد بالمجتمع الدولي ليعدل الكفة المائلة في العراق، أعتقد هذا أمر بعيد المنال لا يمكن أن يتحقق من مجتمع فاقد للأهلية السياسية والحقيقة والعدالة. أشكرك دكتور رافع. إذا هذه المحاولات المتكررة الشعبية، مقاومة وطنية ضد الاحتلال، تظاهرات 25 شباط، تظاهرات تشرين، هناك عملية استعصاء أو انسداد للحل في العراق، ألا تعتقد أن العراق لو أعيد إلى الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة والتعامل معه على أنه دولة قاصرة حلا مرحليا مؤقتا
على الأقل نقطة للعبور إلى الضفة الأخرى؟ أبداً أستاذ ماجد، لأنه سأسألك سؤالاً وأسأل جميع يعني كل الناس، عندما تسأل أي بشر تقول له من هو المجتمع الدولي، من يمثل القوة الأساسية في المجتمع الدولي؟ سيأتي على ذكر الولايات المتحدة الأمريكية لأنها أقوى دولة عسكرياً وسياسياً وأمنياً وكل شيء. هذه الحقيقة، وهي من تتحكم بالأمم المتحدة وتتحكم بمجلس الأمن، وهذا واقع الحال وكل الدنيا تعترف بذلك والكل تطلب رضاها. هذه الولايات المتحدة هي اللي من احتلت العراق، هي من دمرت العراق، وما زالت هراوتها مرفوعة من 18 سنة لحد الآن على العالم وعلى الإقليم وحتى على الدول العربية، لكي تتعامل مع النظام أو السلطة المقامة في العراق تعاملاً إيجابياً وتعترف به وتمارس الحياة الطبيعية معه. هذا واقع الحال، وإلا لو لم تكن الهراوة الأمريكية مرفوعة ولم تكن الشروط الأمريكية مرفوعة ولم يكن النموذج أمريكياً لما هرولت هذه الدول وكثير من الدول العربية والكثير من الدول الإقليمية، وقامت علاقات وثيقة وفتحت سفارات بالعراق مع هكذا نظام يهددها ويهدد أمنها بشكل واضح وشكل يعني طبيعي. وسأعطيك مثالا ربما يعني اعذرني لهذا المثال. في عام 2015 ظهر نائب رئيس الجمهورية اللي هو نور المالكي، كان نائب رئيس الجمهورية، وقال بالفم الملآن، قال إنه السعودية يجب أن توضع تحت الوصاية الدولية، المملكة العربية السعودية يجب أن توضع تحت الوصاية الدولية. لماذا؟ قال لأنها راعية للإرهاب وبلد إرهابي وقاصرة وغير مسؤولة وغير قادرة وغير شرعية، قال كل هذا الكلام، ادعى كل هذا الكلام، ولم تعترض عليه الحكومة ولم يعترض عليه أي من قوى العراق. نعم، ولم تعترض عليه أي من قوى العملية السياسية التي تحكم العراق. إذن الحكومة والعملية السياسية موافقة على هذا الكلام. لاحظ هذا تهديد للسلم العالمي، تهديد للسلم الإقليمي، لكن لا أحد يتحدث. وبالتالي تقيم السعودية وغيرها دول كثيرة تقيم علاقات، لماذا؟ وتدعم النظام وتدعم، لماذا؟ تسأل نفسك لماذا؟ والإجابة فيها يعني فلسفة كثيرة وغريبة وعجيبة لا تفهمها ولا أحد يفهمها. بالتالي الشعب العراقي أمام نعم كارثة كبيرة، محنة كبيرة، لكن هذه المحنة وهذه الكارثة الكبيرة لا يحلها المجتمع الدولي. وأعود مرة أخرى أقول لك، عندما نسأل ونرى الولايات المتحدة الأمريكية القوة رقم واحد في العالم، هي ترى هذا النظام نظاما ديمقراطيا، بدليل أنه بايدن يدعو إلى اجتماع، هذا الاجتماع الأخير الذي يدعو إلى 100 دولة في العالم ديمقراطية، يدعو العراق وإسرائيل فقط من المنطقة كلها. يعتبر النظام في العراق، هذه السلطة في العراق ديمقراطية، إذن يرون، هم يعرفون أنها ليست ديمقراطية، يعرفون هذه الحقيقة، لكن يريدون أن يقولوا للعالم أنه هذا النموذج هو المطلوب. لذلك قالوا أحد ضباطهم الكبار ميلنر أو لا أذكر اسمه بالذات، قال أنه الولايات المتحدة الأمريكية وهو من الاستخبارات الأمريكية، قال تريد أن تسقط هذا النموذج العراقي على مناطق كثيرة في العالم، تريد أن تقول إنه هذا النموذج هو النموذج الذي يعني يمكن الولايات المتحدة أن تفرضه على من يخالفها ومن يخرج عن طوقها أو من يخرج على الطريق، بهذه الطريقة يتعاملون. فإذا لا يمكن للشعب العراقي أن يركن إلى المجتمع الدولي، إلى الولايات المتحدة، إلى الأمم المتحدة لتخليصها من الكارثة. من يخلصها من الكارثة هي إرادته، هي قدراته، هي تفكيره، هي ثوراته، هي مواصلته للنضال من أجل إزاحة كل هؤلاء، لأنه هذا المقام الآن مطلوب من عنده أن ينهك العراق. نعم، ومطلوب منه أن يستمر. الآن تعيدنا للفصل السابع، ما الفصل السابع بيد من الذي يعني يطبقه؟ تطبقه الدول الكبرى وأولها الولايات المتحدة ومجلس الأمن. هل تطبيقهم حقيقي؟ ما هم طبقوه علينا 13 سنة بالحصار، وانظر ماذا فعلوا في العراق ودمروه، كيف سيطبقوه مرة أخرى لكي يكون عتبة لكي نخرج منه؟ خرجنا باحتلال وخرجنا بدمار. أستاذ حسين، هناك أيضا من يقول أنه ما الضير من طلب المساعدة من المجتمع الدولي لإخراج العراق من هذه الهوة السحيقة؟ طبعا وهو المسؤول المجتمع الدولي وضع العراق بهذه الهوة السحيقة، بالنهاية هو المجتمع الدولي، فعلى الأقل هنا لا ضير أن تطلب منه مساعدته لتصحيح خطائه ابتداءا، ك يعني نقطة مرحلية، حل مرحلي مؤقت للعبور، وإلا بدون المجتمع الدولي
العراق سيواصل مسيرته نحو قاع القاع؟ والله أخي أنا يعني أضم الصوت لمن يقول إنه من هو المجتمع الدولي؟ نعم. وهل لديه القدرة؟ وهل هو بذات المستوى الذي كان عليه قبل 20 سنة؟ اليوم لم تعد الولايات المتحدة متحكمة بكل المشهد. اليوم الصين تصعد بقوة، روسيا تحاول إبراز نفسها أكثر من قبل وتخرج من عباءة الانصياع للضغوط الأمريكية. حتى الدول الأوروبية تحاول أن تجد لها موطئ قدم في الساحة الدولية، خصوصا بعد ما رأت انهزام الولايات المتحدة من أفغانستان وانكسارها بشكل فاضح. لكن من جهة أخرى ينبغي الانتباه لبعض هذه الدعوات. يعني ليس كل من يدعو إلى إدخال العراق في الوساطة الدولية هو يريد يعني إخراج العراق من هذا المستنقع. أنا أتصور أن بعض هذه الدعوات ليست نابعة من حقيقة يعني لإنصاف العراقيين، بل لإيجاد كتل أو سياسيين أو جهات أخرى تتحكم بالمشهد العراقي لا تقل فسادا ربما عن الجهات الموجودة. أنا أعتقد أن التسليط الحقيقي والتركيز ينبغي أن يكون موجه إلى الشعب العراقي، أن يكون هو العامل الرئيسي في إحداث التغيير المطلوب. والأمر كاد أن يكون يعني أثبت الشعب العراقي قدرته على المطاولة وعلى الحراك وعلى تنسيق جهوده وعلى الخروج ككتل كبيرة مؤثرة، وإحداث التغيير المطلوب. بل إن سقوط حكومة عادل عبد المهدي لم يكن لولا الحراك الشعب العراقي، بل حتى ما فعلته يعني حكومة مصطفى الكاظمي. التغيير في الانتخابات الأخيرة، ورغم أننا نعترف أن أقل النسب في تاريخ العراق التي توجهت إلى الانتخابات، كل هذه التغييرات السياسية والاجتماعية والدعوات نفسها التي تدعو لإدخال العراق في الوصاية أو الفصل السابع، محاولات ل يعني كشف هذه الطغمة السياسية التي تحكم العراق وإحراجها. ولا بأس من تنوع الأساليب سواء على المستوى الشعبي، على المستوى الثوري، على مستوى الضغط في وسائل التواصل، على مستوى الضغط على المجتمع الدولي، إحراج المجتمع الدولي بأنه أنتم اللي جئتوا بهذه العملية السياسية وهذه المنظومة وينبغي أن تشاركوا بإخراجها أو تغيير الواقع السياسي في العراق وفسح المجال لأن يعود العراقيون الأصلاء ليحكموا هذا البلد أو يشاركوا بحكمه، وأن يعني يسحب البساط والدعم المفتوح لهذه الكتل السياسية لتمارس موبقاتها السياسية والكف عن دعم هذا أشكرك. النظام وهذا الحقيقة. خليني أكو نقطة نسيتها أسألها الدكتور رافع. دكتور رافع، يبدو الجماعة الحقيقة لديهم إحساس أو شعور بأنه الأمم المتحدة تتعامل وياهم مثل المندوب السامي، وهذا ما اتهم هذا العامل بلاسخارت، قال أنك تتصرفين معنا كمندوب سامي. هؤلاء طبعا يكيلون بمكيالين لقضية واحدة. يعني عندما تتعامل معهم بشكل طبيعي فهي منزهة وهي كذا، والأمم المتحدة والمجتمع الدولي والمجتمع الدولي، وعندما تواجههم بالحقيقة أو على الأقل تنحاز إلى طرف من أطرافهم ضد الطرف الآخر فهي منحازة. الحقيقة كل أطراف العملية السياسية فاسدة ومخربة ومدمرة، وبلسخارت والأمم المتحدة والولايات المتحدة والمجتمع الدولي والمجتمع الإقليمي يعرف ذلك. لكن عندما ينحازون إلى جهة لصالح وفعلا جهة وفعلا هم تتعامل وياهم كمندوب سامي؟ هم يستاهلون أن تتعامل معهم بكل طريقة الحقيقة، بكل 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 يعني بكل صلافة وبكل، لأنهم ليسوا حكاما، ليسوا رجال حكم، ليسوا رجال سلطة الحقيقة. هم مجرد عصابات ومجرد 18 سنة من الخراب والدمار يدل على ذلك، وعقلهم الكسيح وقدراتهم الكسيحة تجعل الآخرين يتطاولون عليهم بهذه الطريقة. لو كانت هناك دولة وكان هناك استقرار لما كان هناك ممثل للأمين العام المتحد في أي بلد، ولما كان في العراق. لكن العراق فاقد للأهلية، عندما يكون فاقد للأهلية إذا نظامه فاقد للأهلية تتحدث بلسخارته ويتحدث غيرها بأي لغة، عليهم أن يقبلوها لأنهم جاءوا بإثر الاحتلال وجاءوا برعاية الاحتلال وتحت مظلة الاحتلال. الآن يتنمرون ويتمردون على الاحتلال، هذه غير مقبولة.
شكرا للدكتور رافع الفلاحي الكاتب والباحث السياسي، كان معنا في حلقة الليلة من طاولة حوار. كما أشكر أيضا ضيوفه وهم الأستاذ حسين دلي الصحفي العراقي، كان معنا عبر سكايب من الدوحة. طبعا كنا نأمل أن يكون معنا الكاتب السياسي الأستاذ مثنى العاني موجود في أمريكا، لكن لسوء الحظ لم نستطع أو لم نتوصل إليه، نتواصل معه، مشكلة فنية لست أدري. وأشكر أيضا الأستاذ صباح المختار رئيس جمعية المحامين العرب في لندن الذي كان معنا في لقاء مسجل لـ3 دقائق. كما أشكركم مشاهدينا الكرام، وحتى نلتقي في الأسبوع القادم في أمان الله.